منشطات وعناوين صحافة الجمعة 21 نوفمبر 2014 هنقرأها اليوم مع الصحفي والباحث الأستاذ حسام الحداد. نهارك سعيد أستاذ حسام. اسمح لنا في البداية بس نستعرض أهم منشطات وعناوين صحافة اليوم، وبنبدأها مع جريدة الأهرام. وأول منشط معنا بيقول الرئيس بيقول ننتظر نتائج اتفاق الرياض بشأن قطر. من الوطن مصر تحدد شروطها للتصالح مع قطر. أيضا من الوطن أيضا ضربات استباقية ل 28 نوفمبر والإخوان ترد بالتفجيرات. من المصري اليوم تعطل تقسيم الدوائر يهدد القمة الاقتصادية. ومن المصري اليوم أيضا معركة كبرى لتطهير سيناء وانفجاران بالقاهرة. من المصري اليوم الكونغرس يدرس تخفيف القيود على المساعدات العسكرية لمصر. عودة للأهرام مرة أخرى من صفحة واحد، هيكل جديد للأجور يرفع الأساسي 60%. وخبر من جريدة الأخبار صرف العائد الأول لشهادات القناة أول ديسمبر. من المصري اليوم تمار الإسرائيلية للغاز تعتزم مد خط أنابيب مع مصر. وآخر خبر معانا من جريدة الأخبار من صفحة 4 بيقول استرداد 4000 فدان قيمتها نصف مليار جنيه بالإسماعيلية. نهارك سعيد مرة تانية أستاذ حسام الحداد. واتفاق الرياض هو حديث الساعة دلوقتي، الاتفاق الرياض والتصالح المصالحة العربية بين الدول اللي كانت قطع علاقتها مع قطر وأيضا مع مصر. هو يعني احنا منتظرين زي ما الرئيس قطر ومصر يعني مش لا، ما في دول عربيه برضو كانت في مجلس التعاون الخليجي، السعوديه والبحرين والامارات، نتيجه لممارسات قطر الاخيره بانها عاوزه تكون هي زعيمه الامه العربيه زي ما بيقولوا. وده طبعا اثر على تعاملاتها مع دول الخليج ومع مصر. الملك عبد الله مشكورا تقدم باتفاق او مبادره، واحنا قلنا احنا هننتظر واحنا مدين ايدينا. وزي ما بنقول دايما مصر ام العرب او بيت العرب زي ما كانوا بيسموها، فاحنا منتظرين. لكن العنوان اللي تحت المانشيت على طول لسنا ضد فكر اي طرف بشرط الا يحاول فرض القوه او فرض فكره بالقوه. وده في اشكاليه شويه من الخطاب. لا، لازم يكون خطابنا صريح وواضح. لا، في افكار متطرفه لازم ان احنا نواجهها بافكار حاسمه وبالفاظ حاسمه. على سبيل المثال في المانيا مثلا الفكر النازي ممنوع ان انت تمارسي طقوس نازيه او افكار نازيه او تروجي لافكار نازيه. ليه احنا ما نمارسش المساله دي؟ ان احنا نمنع اي فكر متطرف انه يمارس. هو كان يعني اساس الخلاف بين الدول العربيه وقطر تحديدا الامارات والسعوديه، الامارات والبحرين ومين الدوله الكويت، لا مش الكويت، السعوديه وايضا مصر، هو دعم قطر للاخوان المسلمين. مش بس دعمها لداعش كمان. يعني هي قطر مش بتدعم بس الاخوان المسلمين في مصر، بل هي شريك اساسي لداعش. واللي بتعمله داعش في العراق وسوريا وليبيا، والدواعش حاليا وصلوا دورنا يعني بقوا على الحدود المصريه تقريبا. فده حضرتك باحث في الشؤون الحركات الاسلاميه عموما، هل تدعم السعودية داعش؟ يقال في الأول كانت السعودية بتدعم داعش بس مش عن طريق مباشر، يعني السعودية والكويت والبحرين كانوا بيدعموا داعش. ده كتب في تقارير كتير، يعني اتنشرت عشان أقول المصدر بس، اتنشرت في العديد من الجرائد الأجنبية الأمريكية تحديدا. ده يقال فعلا، ولكن مش بشكل مباشر. يعني الحكومات دائما مش بتدعم الجماعات المتطرفة بشكل مباشر، إما عن طريق جمعيات أهلية واما عن طريق افراد او مؤسسات ماليه. والدعم مش بيبقى مباشر لداعش، لا بيبقى عبر وسيط بنكي او وسيط شركه استثماريه او شركه تجاريه او خلافه. وده كان بيحصل في الفتره في الفترات الاولى لداعش الى ان الخطر قرب يعني. فلازم يقف. هل الوطن حدد ايه هي الشروط التصالح مع قطر اللي وضعتها مصر؟ والله هو حدد شروط التصالح حسب اراء بعض الناس، منهم مصطفى بكري مثلا. قالوا ان الشهداء يرجعوا، ارواح الشهداء ترجع،
ده شرط رقم واحد. اه الشرط الثاني قالوا ان قناه الجزيره تغلق. ده مين يعني ال ده بعض النشطاء وبعض ال لكن مفيش حاجه رسميه من مصدر رسمي يتقال. مفيش حاجه من مصدر رسمي اتقالت. وقالوا ان الشرط الثالث ان قطر تسلم المتهمين عندها للحكومه المصريه. احنا يعني شايف مساله ان الشهداء ارواحهم ترجع ده استحاله طبعا، وراهم الناس رفعوا شعار لا تصالح او لا تصالح مع قطر. الارواح مش هترجع تاني، ولكن من الممكن ان تقدم قطر اعتذار رسمي للشعب المصري مش للحكومه المصريه، لان ده هيفرق كتير جدا. ان امير قطر يقدم اعتذار رسمي للشعب القطري على ممارسات قناه الجزيره وعلى ممارسات السياسيين القطريين الفتره اللي فاتت كلها، اكراما لحق هؤلاء الشهداء. هو في ناس لمحت تغيير في لهجه قناه الجزيره الحقيقه الكام يوم الاخرانيين، يعني مش عارفه هل لسه لغايه امبارح كانوا بيهاجموا مصر والانقلاب ورابعه وهكذا، بس قالوا انه لاول مره كانوا بيقولوا قالوا خلاص اعترفوا ان السيسي رئيس منتخب، يعني ده خلاص يعني العالم كله ما طبعا انا بتكلم هم يعني قناه كده قناه مغلقه على نفسها تقريبا. انما احنا شايفين ان الشروط من الممكن ان يكون اعتذار من تميم للشعب المصري عن الفتره السابقه وعن ممارساتهم السياسيه الفتره السابقه. نمره اتنين وده الاهم، تسليم هؤلاء المتهمين الموجودين على الاراضي القطريه. مش هنقول اغلاق قناه الجزيره في الشرط الثالث، لا هنقول تحسين مستوى الاداء الاعلامي المهني لاداء الجزيره. طيب ضربات استباقيه ل 28 نوفمبر والاخوان ترد بالتفجيرات، كان في اكتر من تفجير امبارح حصل؟ كان في تفجيرين حصل امبارح في محطه رمسيس ده واحد، وفي جامعه حلوان ده الثاني. محطه رمسيس وجامعه حلوان، رمسيس دي مناطق حلوان يعني فيها ناس، يعني حيويه وفيها ناس امبارح اللي حصل بالقبض على محمد علي بشر ده اللي يقال انها كانت ضربه استباقيه قويه. ايه سبب القبض في راي حضرتك على محمد علي بشر؟ داعم للعنف يعني ليه دلوقتي بالذات؟ يعني ليه ما اتقبضش في الموجه الاولانيه؟ هم ما كانوش لاقيينه تقريبا، ما هي دي مشكلتنا احنا مع بس ده هو كان بيتولى التفاوض فترة طويلة بيتولى التحركات، وهو اللي بيقوم بهندسة العمليات كلها. نفس المسألة مع تحالف دعم الشرعية اللي موجود حاليا واللي أصدر بيان امبارح بيندد فيه بالقبض على بشر، وبيتوعد الشعب المصري والحكومة المصرية بأفعال إرهابية أخرى. كويس، بس هو مقبوض عليه بتهمه ايه يعني؟ انا بقول لحضرتك هي المشكله ان انت مش قادره تمسكي حاجه. يعني انا عندي تحالف دعم الشرعيه، كل الناس اللي موجودين فيه بيتحركوا بيطلعوا على شاشات التلفزيون وبيتكلموا في برامج. طب ما تقبض عليهم وهم داعين للعنف. نفس بالقياس عندي احزاب دينيه كتير جدا منافيه للدستور، مفيش حد بيتحرك ويرفع عليها دعوه قضائيه واحده قدام المحكمه الدستوريه. ففي تواطؤ ما حاصل احنا مش قادرين نلمسه لغايه دلوقتي، هل هو من الحكومه او من النخب السياسيه اللي موجوده عشان يبرروا تواجدهم بانهم بيقوموا بعمليات حرب ضد الارهاب ويكسبوا الشارع المصري معاهم، ولا ايه الموضوع؟ انت مش محطوطه قدام شفافية حكومية تسمح لك تفكري في حاجة. مفيش شفافية أصلا. طيب أخد طيب خبر المصري اليوم، معركة كبرى لتطهير سيناء وانفجاران بالقاهرة، يعني برضو على نفس موضوع التفجيرات هي اللي بتحصل اليومين دول. هو كويس يعني ما يقوم به الجيش في سيناء ده مهم جدا، رغم ان بعض السادة النشطاء على الكيبورد اللي هم على الفيس وتويتر بيحاولوا بشكل ما انهم يضعفوا المسألة او يقللوا من شأنها. لا، الحرب في سيناء حرب حقيقية ولازم نعترف بده، هي حرب حقيقية ضد الإرهاب. ومسألة تهجير بعض الناس هي مش تهجير، هي عملية نقل بعض الناس من على شريط حدودي لمناطق تانية برضو في سيناء عشان نقدر نتعامل مع وبالمناسبة جماعة أنصار السنة أنصار بيت المقدس امبارح طلعت بيان أو رسالة موجهة لداعش
ان هي حركتهم هتبقى ضيقه ومش هيعرفوا يقوموا بعمليات كويسه بعد ما تم تنفيذ تضييق الخناقه عليهم في سيناء بتهجير بعض الناس وهدم الانفاق اللي كانت موجوده. بس هو الفيديو اللي اصدروه برضو كان صادم للمصريين يعني يا استاذ حسام. اوكي انا معاك انه فيديو صادم، ما احنا اللي عملنا كده من الاول. ولاحظي حاجه مهمه جدا، ان السنه اللي حكم فيها مرسي تم استيراد 4500 ارهابي من بره ودخولهم وتسكنهم في سيناء. كويس، دول راحوا فين؟ وده تحت مظله المجلس العسكري، كان موجود المجلس العسكري وكان يقدر يمنع ده ولكن ما منعهوش. ففي حاجات كتير لازم نبحث فيها دلوقتي ولازم نكشف، وعلى الرئيس السيسي ان هو يدور في المشاكل دي، لان المشاكل دي هي العقبات اللي مقابلاه دلوقتي وهي اللي هتقابله بعد كده. لان هو مش هيقدر ينفذ حاجه في سيناء الا ما يقبض على الناس دي او يتم تصفيتهم تصفيه جسديه. احنا هنشوف يا مصر ايه اللي هترد على الارض فيما يخص الفيديو اللي هم قتل الجنود كرم القواديس. ده المفترض يتم يعني، هو بيتم بالفعل هنشوف. هو انما مساله تعطيل الدوائر، يعني احنا عندنا مشكله، يعني مثلا المشكله في تعطيل تقسيم الدوائر عدم اتفاق القوى السياسيه والاحزاب على ملامح القانون وتعثر اتفاق القوى الوطنيه على قائمه موحده. ده فيما يخص الانتخابات. ده في نفس اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، هو نفس الممارسه اللي حصلت في انتخابات البرلمان اللي فات 2012. ان القوى السياسيه لم تتفق على قائمه واحده تدخل بها الانتخابات، وبالتالي تركوا الساحه السياسيه لحزب النور والحريه والعداله، السلف والاخوان. بس نفس الممارسه بتتم حاليا. نفس الممارسه دي تمت في الانتخابات الرئاسيه. المره دي هيرجعوا الحزب الوطني القديم، والمره دي هيرجعوا برضه. انا عايز اقول حاجه مهمه في مساله الحزب الوطني القديم، يعني الحزب الوطني القديم كانوا رجال دوله. ودي الازمه اللي احنا رجال فاسدين الحقيقه. صلاة النبي هو فاسد بس راجل دوله. مشكلتنا احنا في ان احنا ما عادش عندنا رجال دوله. ان احنا ما عندناش جيل تاني يشتغل ويأسس دولة. ده حقيقي، مفيش كوادر. صحيح، لو بصينا لفترة حكم الإخوان هنلاقي رؤساء الجامعات أو الوزراء أو مش رجال دولة. رجال دولة أيام مبارك كانوا فسدة ولكن بيعملوا لصالح هذه الأرض. ما كانش في غيرهم بيمارس السياسه. ما انت ادي فرصه دي. ندي فرصه لبقى للجيل اللي طالع ده يمارس السياسه. دي مشكله الاحزاب فعلا، وده اللي عايز اكد عليه هنا، في ان النخب السياسيه هي اللي بتفرد مساحه للاحزاب الدينيه او المتاسلمه بشكل عام انها تاخد حقها في البرلمان. طب انا مش فاهم ايه علاقه القمه الاقتصاديه بتعطيل تاسيس القمه الاقتصاديه في بعض الدول شرطوا، بعض الدول العربيه شرطوا. دي في مارس؟ المفروض اللي تبقى في مارس. بعض الدول العربيه شرطوا ان القمه الاقتصاديه لا تعقد الا بعد الاستحقاق الثالث اللي هو الانتخابات البرلمانيه. كويس، في مشكله بقى هنا كمان بيقولها لي، ودي يعني من بين السطور بيقول لي ان ادخال تعديلات على قانون الاستثمار الحالي هو مطلب ضروري لاعطاء الثقه للمستثمر الاجنبي في التعامل مع الحكومه محدده، خاصه ان استرداد شركات الخصخصه، بمعنى ان هذه الحكومه الحاليه او الاقتصاد الحالي ضد استعاده الشركات اللي تم خصخصتها ايام مبارك، وهذا يتنافى مع المنطلق اللي احنا منطلقينه او مع إن احنا في احكام سيسي. قضاء كويس، في احكام قضاء. ما احنا هنا مشكلتنا، هو عايز يعدل يعني يعمل تشريع تاني عشان يرجع الشركات اللي تم استيرادها او تم استردادها من المستثمرين للمستثمرين مره تانية، وان احنا ما نلحقش هؤلاء المستثمرين قانونيا ويضربوا يضربوا باحكام القضاء بقى العرض الحائط. يعني ده هو خالد علي المحامي الحقوقي كان اكتر من قضيه فيما يخص ده. احنا هنا بقى هنفقد مصداقيتنا القضائيه نفسها. يعني ان احنا مع نظام بقضاء ومع نظام تاني بقضاء تاني. بالظبط، ده مش هينفع. ده هيعطلني انا كهيئه استثمار، وخلل في المعايير، ان انا ما عنديش مصداقيه في التشريع. كويس، ان انا بفصل التشريع على مقاسي وعلى مقاس الظرف الاجتماعي، على الظروف، على حسب الظروف، على حسب التسهيل. كويس، ده ما ينفعش. انا المفروض التزم بالقرارات القضائيه اللي تمت واسترداد هذه الشركات، لان الشركات دي ملك للشعب،
مش طب. ملك للحكومه. طيب هيكل جديد للاجور يرفع الاساسي 60%. ده يعني خبر. ايوه نفرح الناس شويه. هو في خبرين تطمينيين في الاهرام بشكل عام، انا بسميهم تطمينيين، اللي هو هيكل جديد للاجور يرفع الاساسي 60%، ده افلح ان صدق. وفي خبر تاني جنبي منه على طول، مصر خاليه من طابور العيش العام القادم. فخبرين بصراحه يعني احنا مع الحكومه ونشكرها ونقدم لها فروض الولاء والطاعه. بس هي البطاقات الذكيه دي يعني بيقولوا نجحت في الاماكن اللي هي اتطبقت فيها، يعني حد ما انتهى فيها الطابور. مشكله يعني البطاقات الذكيه برضو ان احنا شعب كبير. ومش هرجع المساله ان احنا عندنا 97 مليون وبتاع، الصين ما شاء الله مليار و200 أيوة مليون يعني او أيوة اكتر، وعايشين وشغالين وفي كل حته. والهند كويس. هي المساله في التنظيم. انا انظم المساله، وده ما بينفعش الا بالشفافيه. قول لي انت هتمنع طابور العيش ازاي بكلمات مفهومه. يعني في نفس الخبر ده جوه لو قرناه هنلاقيه عايز يصدر الرز، مع ان انا في احتياج للرز كويس، هلاقيه عايز يصدر القمح مع ان انا بستورد قمح. فازاي هتصدر قمح وانا بستورد قمح؟ علشان هم قالوا اللي قالوا في خبر كان موجود ان القمح المصري فيه حصى ورمل، فرفضوا لا رفضوا تصديره، رفض يعني الناس رفضت تاخده. والله ده وزير التموين، ده تصريح وزير التموين. في حصى ورمل ده عيوب انتاج. انا ايه ذنبي انا في ان انا يبقى عندي عيوب انتاج؟ كويس. ما هي دي مشكله، ان احنا بنقول يا جماعه في عرض النبي الشفافيه. الشفافيه في اتخاذ القرار والشفافيه في التعامل مع القرار ومصارحه الشعب بالحقيقه. قول لي انا عندي مشكله 1 2 3، وبعدين مشكله زي دي ما تتحل يعني، وهحلها في 1 2 3 4. اديني فتره زمنيه هتحل فيها المشكله. وانا هستحمل معاك وهصبر. انما انا انت مغمي عيني ومش موريني اي حاجه ومجوعني وبتقول لي اصبر. طب انا هصبر معاك ازاي؟ عايزه اعلق على خبر الكونجرس. الكونجرس يدرس تخفيف القيود على المساعدات العسكريه لمصر. ده في المصري اليوم برضو. في المصري اليوم صفحه 1. لو نلاحظ بقى على مسألة الكونجرس، احنا مش مستفيدين بالمعونة. ازاي؟ واحنا كتير جدا اتكلمنا في ده، وحتى رئيس اكبر مؤسسة اعلامية في مصر قال ده، اللي هو الدكتور النجار، سيد النجار. قال ان احنا يا جماعة مش مستفيدين بالمعونة وفندها مصاريف واداريات ومش عارف ايه وبتاع، وقال بصراحه كده من ايام مرسي. وقالها برضو وهو في رياسه الاهرام. لا بس هي، لا الكلام على المساعدات العسكريه بالذات، يعني ما هي المعونه مساعدات يعني عسكرية. وقف المساعدات العسكريه والشحنات الطائرات. واحنا مش محتاجين برضو الطائرات الامريكيه، واحنا مش في حاجه لامريكا. لا محتاجين طبعا الطائرات. ازاي يعني؟ اقول لحضرتك ما هو في طائرات روسيه وفي طائرات رومانية وفي طائرات مش عارف مش أمريكا الخاصة بالطائرات. كويس. في مجالات تانية من الممكن إن أنا أجيب منها اللي أنا عايزه. هنا لو تلاحظي السيدة المبجلة عضو الكونجرس كاي جرانج، اللي هي اللي قالت إن إحنا لازم نفك المساعدات عن النص وندي المساعدات مرة تانية عن النص، نرجع المساعدات. قالت بنفس النص إن أنا بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن التمويل نظرا لما تقدمه مصر لمساعدة أمننا القومي. فأنت اللي بتقدمي مساعدة لأمريكا، مش أمريكا اللي بتقدم لك مساعدة. إذن هذه المساعدة مدفوعة الأجر. أنت مش هتديني المعونة العسكرية أو الطائرات، أوكي أنا مش هساعدك في أمنك القومي. فهنا هو هيديني غصب عنه. أنا مش مهدد، يعني مفيش حد بيهددني. لا هي حسابات سياسة. سياسة عشان كده بنقول الناس سياسة تماما، ما تتخضوش. يعني مساعدات جت ما جاتش، لا احنا اللي في ايدينا ان احنا. ودلوقتي في ابواب جديده ابتدت تفتح مع روسيا ومع الصين كلام جميل. فالمقصود من كلام كاي جرانج هنا ان احنا، هي بتقول لنا انتوا بتساعدونا في الامن القومي بتاعنا اللي هو اهم حاجه عندنا. فما تتخضوش، لو منع الكونجرس المعونه هتجيلكوا لان احنا اللي محتاجينكوا. طيب. فما نجريش بقى ونلهس ورا امريكا، وامريكا يا حطيت على المعونه ونعيط. لا المساله مش كده خالص يعني. انا بشكر حضرتك جدا الباحث والصحفي الاستاذ حسام الحداد، ونهارك سعيد. شكرا. فقراتنا متواصله معاك وراجعين بس بعد الفاصل.